السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. والبوبكر يقول إن إرادة الشعب الموريتاني صودرت، ويعلن أن نضاله السياسي سيتواصل إلى جانب الشعب. ولد الغزواني يقول إن الشعب الموريتاني أظهر نضجاً سياسياً واهتماماً بالشأن العام خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المجلس الدستوري يحدد يوم الاثنين موعداً لإعلان النتائج النهائية لانتخابات 22 يونيو الرئاسية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية سيدي محمد البوبكر إن إرادة الشعب صودرت عن طريق الضغط واستخدام هيبة الدولة ووسائلها وشراء الذمم وملء الصناديق الريفية على حد تعبيره. وأضاف البوبكر في كلمة له تعليقا على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 من يونيو الجاري أن الشعب الموريتاني عبر بوضوح عن رغبته في التغيير. لقد عبر الشعب الموريتاني بوضوح عن رغبته في التغيير وسعى إليه من خلال انخراطه القوي في الحملة الانتخابية وما تخللها من مهرجانات ولقاءات، لكن إرادته صودرت عن طريق الضغط واستخدام هيبة الدولة ووسائلها وشراء الذمم والتصويت بالنيابة والتصويت المتكرر وفي أحيان كثيرة ملء الصناديق الريفية إلى درجة أن عدد المصوتين في بعضها فاق عدد المسجلين فيها، مما جعل النتائج المعلنة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي أراده شعبنا. وبحوزتنا المحاضر والدلائل التي تكشف كل ذلك، وقد قدمناها إلى المجلس الدستوري المختص بالنظر في الطعون الانتخابية، وسنقدمها إلى الرأي العام. وقال البوبكر إن موريتانيا تواجه مشاكل وأزمات وصفها بالعميقة، وإنها بحاجة إلى فتح آفاق جديدة ومشروع مجتمعي جامع يضمن لها الاستقرار. وأعلن البوبكر أن نضاله السياسي سيتواصل إلى جانب الشعب الموريتاني من أجل أن يتحقق له ما يتوق إليه من أمن وحرية وازدهار. لقد ظهر بصورة أكثر جلاء اليوم أن موريتانيا تواجه مشاكل وأزمات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج معها إلى التبصر والحكمة في التعاطي مع المرحلة المقبلة، وكذلك إلى الحنكة والخبرة، كما تحتاج إلى فتح آفاق جديدة يحل فيها الأمل محل اليأس، والتوحد محل التفرق، والديمقراطية محل الاستبداد، والقانون محل الفوضى، وتحتاج إلى مشروع مجتمعي جامع يضمن لها الاستقرار ويجنبها مخاطر التشاظم ويعبر بها إلى بر الأمان. وكلما أدركنا هذه الحقيقة كلما زاد إحساسنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بضرورة فعل كل ما يمكن للتخفيف من أزمات البلاد والبقاء إلى جانب الشعب في هذه الظروف الصعبة لمساعدته في تحقيق التغيير الذي يصبو إليه. ولذلك فإني أعلن أن نضالي السياسي سيتواصل إلى جانبه إن شاء الله تعالى حتى يتحقق لهذا الشعب ما يتوق إليه من أمن وحرية وازدهار. قال المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد ولد الغزواني إن الشعب الموريتاني أظهر نضجاً سياسياً واهتماماً بالشأن العام تجلى من خلال الجو الذي مرت فيه مراحل مسار الانتخابات. جاء حديث ولد الغزواني خلال كلمة وجهها لطاقم حملته الانتخابية حيث التقاه بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. لأتوجه بالتحية إلى كافة شعبنا فرداً فرداً على ما أظهر من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام وتكريس لثقافة التعددية والحوار
وقبول الآخر، وهي سمات تجلت في الجو الرائع التي جرت فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات، وما ميزها من سكينة وأجواء احتفالية شارك فيها الجميع رغم اختلاف اختياراتهم. وفي الأخير ومرة أخرى أشكركم جميعاً. عاشت الجمهورية، عاشت موريتانيا. وشكر ولد الغزواني طاقم حملته على أدائه من أجل كسب رهان الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو وتنافس فيها 6 مترشحين على الرئاسة. يشرفني بداية أن أتوجه إليكم جميعا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما قدمتم من عطاء متميز وجهد خالص من أجل كسب رهان هذه الانتخابات. فقد كنتم جميعاً مضرباً للمثل في الالتزام والتفاني خلال فترة الحملة التي تميزت بالكثير من العمل الجاد في سبيل إيصال البرنامج الانتخابي إلى كافة الشعب، كما أن أنشطتكم الميدانية المكثفة وحضوركم المتواصل إلى جانب المواطنين تعبئة وتأطيرا ومواكبة كانت كلها عوامل مؤثرة تركت آثارا إيجابية. بين الرفض والإشادة تتباين مواقف عدد من الأحزاب والتيارات السياسية في موريتانيا بشأن الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي وأعلن عن فوز ولد الغزواني في جولتها الأولى. وفيما تتباين المواقف تجاه الانتخابات الرئاسية ونتائجها فإنها تكاد تتوحد بشأن الأحداث التي أعقبت إعلان النتائج والتي تخللتها أعمال عنف. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. مواقف متباينة بشأن الانتخابات الرئاسية والأحداث التي تلتها. فقد دعا تيار التجمع من أجل الوطن الذي يرأسه محمد محمود اللمات النائب السابق لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية مترشح المعارضة إلى البحث عن موقف يساعد على فتح آفاق جدية من التوافق والتشاور وشراكة الوطن. وقال اللمات في بيان صادر عنه إن المترشح المعلن فائزا في الانتخابات تعهد بجو سياسي هادئ، وإن على مترشح المعارضة إقناع جماهيرهم بأن أصواتهم ستخدم وضعا سياسيا إيجابيا يتيح للجميع المشاركة في البناء الوطني المنشود. فيما ندد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم بما سماها المظاهر العسكرية والاعتداء على الحريات العامة التي يكفلها الدستور وقطع الانترنت والاعتقالات. وقال الحزب في بيان صادر عنه إنه يشجب كل عمل فوضوي غير مسؤول يمس الممتلكات العامة والخاصة، كما ندد بما سماه قمع المتظاهرين واقتحام وإغلاق مقرات حملات المترشحين. من جانب آخر ثمن نادي الوطن الظروف العامة التي طبعت الحملة الانتخابية والاستحقاقات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي، مضيفا أن الاقتراع شكل مناسبة عبر من خلالها الشعب الموريتاني عن نضج تجربته الديمقراطية. وهنأ النادي في بيان صادر عنه المترشح محمد ولي الغزواني على فوزه في الانتخابات، معبرا عن جاهزية أعضائه لمواكبة تنفيذ برنامجه الانتخابي وما يتطلب ذلك من دعم سياسي خدمة للمشروع الوطني. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل دعا الفاعلين السياسيين إلى انتهاج الحوار وتبني السلمية من أجل تجاوز ما سماها الأزمات السياسية. واستنكر الحزب في بيان صادر عنه سلوك السلطات تجاه مرشح المعارضة وإغلاق مقراتهم، منددا
بما سماها إجراءات النظام القاضي بالتضييق على الحريات من خلال قطع شبكة الإنترنت ومنع التظاهر السلمي. وتؤكد الحكومة الموريتانية أنها لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار، وأن التظلمات والطعون في النتائج لها مسار قانوني ينبغي اتباعه. يمس من استقرار وأمن البلاد لا يلومن إلا نفسه، دور تنزل عليه أقصى عقوبة قد تنزل عليه. تلقى المترشح المعلن فائزا في الجولة الأولى من انتخابات 22 يونيو الرئاسية محمد ذي الغزواني برقيات تهنئة من قادة عدد من الدول الصديقة لموريتانيا. يأتي ذلك بينما أعلن المترشحون المعارضون رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدم بعضهم بطعون فيها أمام المجلس الدستوري. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق هذا التقرير. لخطاب ترشح الذي دعوت محمد للشيخ محمد أحمد الغزواني يتلقى التهانئة من عدد من قادة الدول الصديقة لموريتانيا بصفته رئيسا منتخبا لموريتانيا لمأمورية من 5 سنوات. وتلقى الغزواني برقيتي تهنئة من المملكة العربية السعودية، إحداهما من ملك البلاد سلمان بن عبد العزيز، فيما كانت الثانية من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما تلقى برقية تهنئة من سلطان عمان قابوس بن سعيد. وكان العاهل المغربي محمد السادس أول المهنئين بمناسبة انتخاب الرئيس الموريتاني الجديد، تلته الحكومة الإسبانية، ثم الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وولي عهد أبي ظبي محمد بن زايد. وأكد المهنئون الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بلدانهم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بما يخدم مصالح الشعبين. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت الأحد الماضي فوزا للغزواني في انتخابات 22 يونيو الرئاسية بنسبة فاقت 52%، بيد أن 4 من المتنافسين في الانتخابات قرروا عدم الاعتراف بالنتائج، فيما تقدم 3 منهم بطعون في النتائج المعلنة أمام المجلس الدستوري. وكان 4 قد حصلوا وفق نتائج الانتخابات على قرابة 48%، حيث تجاوز برام الداه عبيد نسبة 18% في المركز الثاني خلف الغزواني، فيما حل البوبكر ثالثا بنسبة تزيد على 17%، وحل رابعا كان حمد بابا بنسبة قاربت 9%، وحصل محمد المولود على نسبة أقل من 3%، وحصل محمد الأمين المرتجي على أقل من 1%. دفعت هذه النسب المعارضين الأربعة إلى اعتبار الانتخابات مليئة بالأخطاء والتزوير والطعن فيها، فيما طلب أحدهم بإعادتها ودعوا للتظاهر ضدها في مناسبتين قبل العدول عن ذلك. أعلن المجلس الدستوري في بيان صادر عنه أنه سيقدم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 من الشهر الجاري منتصف يوم الاثنين. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قدمت قبل أيام نتائج الانتخابات الرئاسية، وأعلنت فوز المترشح ولد الغزواني في الجولة الأولى بنسبة فاقت 52%، وقد تقدم 3 من المترشحين بطعون أمام المجلس الدستوري في النتائج المعلنة من طرف اللجنة الانتخابية. أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان اثنين من وزرائها أن أياد أجنبية تقف خلف الاحتجاجات التي عرفتها عدد من مدن البلاد خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد لجأت السلطات على إثر ذلك إلى قطع شبكة الإنترنت، كما أعلنت حظر الاحتجاجات غير المرخصة، وضع وصفه متحدث باسم أحد المترشحين بأنه حالة طوارئ غير معلنة. التفاصيل في التقرير التالي.
مساء السبت 22 من ابريل الماضي، وبينما كانت لجنة الانتخابات تواصل فرز وتقديم نتائج الانتخابات الرئاسية المنظمة ذات اليوم، اندلعت مظاهرات واعمال شغب بالعاصمة الاقتصادية نواليبو، وما هي الا ساعات وشمل الامر مدنا اخرى بينها العاصمة نواكشوط. وجاء الرد الحكومي سريعا بنشر تشكيلات من قوات الامن وقطعت الانترنت عن الهواتف النقالة كبحا لسمومها وفق ناطق سابق باسم الحكومة. انتم تعرفوا كافة الحيز الفضاء اللي كنت تكلموا عنه، تعرفوا الطريقة اللي كان يشتغل بها للتحريض، لبث الكراهية، لنشر السموم، نشر الفتنة بين مكونات المجتمع ذا كامل. إذا هذا من يظهر للحكومة أن ضروري يقبل إجراء احترازي مؤقت في انتظار أن تستتب الأمور، هو ظهر أنه يستحق. تمر الساعات فتغلق مقرات حملات مترشح المعارضة الأربعة وتنقطع الإنترنت عن المؤسسات بعد الهواتف لتعيش موريتانيا ساعات بلا إنترنت. هنالك خرج وزير الداخلية وتحدث عن مؤامرة وعن 100 معتقل من جنسيات أجنبية، غير مستبعد أن يكون لمترشحين للرئاسة علاقة بالفوضى الحاصلة. لائحة الأجانب حتى الآن 100، هذه 100 من الأجانب هون، جنسيات مختلفة وإخواننا في الدول المجاورة. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الأيادي الأجنبية عندهم علاقة بعض المرشحين. المعارضة الموريتانية ومن خلال مستشار بحملة بيرام صاحب المرتبة الثانية، وفق نتائج الانتخابات الرئاسية اعتبر أن البلد في أزمة، غير أن تجليات الأزمة بالنسبة لها تكمن في حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة. احنا في وضعية استثنائية وفي أزمة وطنية، مظاهر هاي الأزمة ياسرة، يا غير بعد من أوضحها أن اللي قالوا لوسائل الإعلام أممها النظام وسيطر عليها وقفل مجال التواصل بين الشعب الموريتاني وحرمه من حق أصيل عنده هو حق الحصول على المعلومة. وعلى الطرف الآخر تتابعت برقيات التهاني إلى الرئيس المنتخب محمد الغزواني من عدد من ملوك ورؤساء وحكومات دول صديقة لموريتانيا وسط ترقب تنصيبه فاتح أغشت، في حال رفض المجلس الدستوري لطعون كان مترشحون معارضون قد تقدموا إليه بها في وقت سابق. صادق البرلمان المالي بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يقضي بتمديد مأمورية النواب إلى غاية عام 2020، وكانت الحكومة المالية قد أقرت تمديد مأمورية البرلمان الحالي بعد أن كان مقررا إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري، وبررت ذلك بأن الوضعية الأمنية التي تعيشها البلاد لا تسمح بتنظيم انتخابات شفافة. نتابع. البرلمان المالي يصادق على مشروع قانون يقضي بتمديد مأمورية النواب إلى غاية مايو 2020 بعد أن كان مقررا إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري. كانت المحكمة الدستورية في مالي قد مددت مأمورية النواب بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، وقد بررت الحكومة قرار التمديد بأن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية شفافة. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح نظيف قد دعا مايو الماضي حكومة باماكو إلى القيام بإجراءات ملموسة في ثلاثة مجالات رئيسية تتضمن إصلاحات سياسية ومؤسسية وتنموية، وذلك طبقا لاتفاق السلم والمصالحة الذي وقعت عليه الحكومة المالية والحركات الأزوادية عام 2015 وبإشراف من الجزائر. وتشهد مناطق وسط وشمال مالي خلال الأشهر الأخيرة تضاعف الهجمات العسكرية التي تنفذها الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، أو تكون أحيانا صراعات بين بعض المكونات الاجتماعية خصوصا في وسط البلاد. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير أممي صادر مؤخرا إلى إعادة نشر قوات أممية في مناطق وسط مالي من أجل وضع حد لأعمال العنف الدائرة هناك والتي خلفت أزيد من 300 قتيل خلال الأشهر الأخيرة. وينتظر في غضون الأشهر القادمة أن يقرر مجلس الأمن الدولي ما إذا كان سيمدد للقوات
القوات الأممية في البلاد أو سيقرر سحبها. وتوجد في الشمال المالي قوات أممية وفرنسية منذ سنوات تم نشرها إثر سقوط مناطق الشمال بأيدي الجماعات المسلحة عام 2012. ورغم سيطرة هذه القوات على مناطق الشمال، إلا أن الجماعات المسلحة لا تزال تنفذ من حين لآخر هجماتها، كما تنفذ عمليات اختطاف تستهدف الرعايا الغربيين والمنتخبين الماليين. نهاية نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والبوبكر يقول إن إرادة الشعب الموريتاني صودرت، ويعلن أن نضاله السياسي سيتواصل إلى جانب الشعب. ولد الغزواني يقول إن الشعب الموريتاني أظهر نضجا سياسيا واهتماما بالشأن العام خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المجلس الدستوري يحدد يوم الاثنين موعدا لإعلان النتائج النهائية لانتخابات 22 يوليو الرئاسية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة موجز إخباري، دمتم في أمان الله.